رقم 40 و200، وهو عن الدية، وهو مثال عن الدية. ولا يخفاكم أن الدية قائمة بسبب قتل حدث من قبل أحدهم، فهذا القتل إما أن يكون عمدا أو يكون خطأ، فهناك الدية، السلام عليكم. وهذه الدية مذكورة في القرآن لكن لم يذكر تفصيلاتها. فنذكر هذا المثال حتى نعلم أن السنة موضحة ومبينة وشارحة لكتاب الله عز وجل. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله: وقال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأجمل ذكر الدية وأبهمها فلم يفسرها، وجعل تفسيرها إلى رسوله، ففسر ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسنته، فجعل دية الرجل المسلم 100 من الإبل، واتفق على القول بذلك أهل العلم. نعم، إذن السنة جاءت وبينت أن الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، وثبت ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر، فقتل عبد الله بن سهل، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. نعم، إذن هذه هي حال الدية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 100 من الإبل. في الآية: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الآية لم تذكر مقدار هذه الدية، فجاءت السنة مبينة وشارحة وموضحة لمجمل القرآن. إذن هذا مثال واضح وجميل يرد على من قال أننا نستغني بالقرآن عن السنة.